انتوا عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قلت لكم قبل كده ان انا كنت عايزه اعمل المطبخ اللي هو اللزق اللي هو بيتحط على المطبخ ده اللي هو معايا ده الشكل ده، لقيته قدامي وانا في العتبه فقلت اجربه، لقيته ب35 جنيه. انا كنت جايباه قبل كده كان ب70 جنيه، وقبل كده طبعا كان اغلى واغلى، فهو نازل ل35 جنيه. في ناس كمان بيبيعوا ارخص بيبيعوا ب27. اللي لقيته قدامي تقريبا الخامات بتفرق، فده كان عجبني لونه وعجبني شكله فلقيته ب35 فجبته. جبت منه اتنين، دي مقسومة على جزئين يعني دي والناحية التانية زيها في واحدة، هما اتنين كده ببعض. قلت اجربه في الجزئية اللي ورايا دي اللي هي المطبخ من تحت كده، ولو لقيته كويس وعملي هكمل بقى بقية المطبخ ان شاء الله. احنا جايين ولاقيين المطبخ باللون ده فمعرفناش ان احنا نغيره، فقلت ايه عشان التجديد وعشان يبقى شكله حلو فقلت اغير في لون السيراميك وكده، لان اللون الاخضر ده مش لايق اصلا مع اي حاجه، ومهما بجيب في حاجات مثلا في المطبخ وادوات المطبخ مش بيليق عليها اللون الاخضر اصلا، فقلت اغير الشكل وجبت دي عشان احطها. فخليكم معايا هنحطها مع بعض ونشوفها شكلها تبقى ايه مع لون المطبخ بتاعي. لون المطبخ بتاعي زي ما انتم شايفين اسود في سيلفر. خليكم معايا هنبدا دلوقتي نفتحها ونعملها مع بعض. بصوا بقى كده الشكل ده عجبني قوي لانه فاتح وانا عايزه حاجه تفتح المطبخ فقلت اجيبه، ده هو يعني يعتبر ابيض في سيلفر، سيلفر فاتح كمان. نفتحه بقى كده مع بعض. ثانيه واحده هوريكم كمان مرسوم عليه الوان. بصوا بقى الالوان بتاعته، الالوان بتاعته اهي جميله جدا، وفي كمان حاجات جديده طالعه جديده شكلها كمان احلى من كده. طبعا في اللي هو الرخامي ده اللي انا كنت عايزه اجيبه بس بصراحه ما لقيتهوش، وفي اهو في ناس بتركب بالشكل ده. بس ده بقى شكله حلو قوي بصراحه، محطوط في اوضه ليفنج اهو في التلفزيون، شكله حلو جدا. بصوا بقى كده خلاص هنبدا بقى نقيس المقاس على الحيطه. هنعمل الاول تنظيف الحيطه، انا مسحتها كويس جدا وغسلتها الاول بعد كده مسحتها نشفتها، لازم تبقى ناشفه مش عليها اي تراب ولا اي دهون. بعد كده هنحط اهو، ناخد بقى المقاس وندخل الجزء ده لجوه شويه عشان تبقى الحيطه باينه ان هي متساويه معايا. وعندنا هنا لوحه مفاتيح كده هنشيلها. هنعملها ازاي بقى؟ انا كده اهو هنخلعها بكل سهوله بالشكل ده اهي، بحيث ان احنا نفرغ حواليها ونبقى سايبين للتلات مفاتيح دول بس. بصوا بقى عشان ناخد المقاسات بتاعه المفاتيح دي هنعمل ايه؟ سهله جدا، هنحط كده الاستيكر اللي هو هنلزقه، هنحطه كده بالشكل ده، وهنعلم هنا اللي هو الزاويه المقابله للمفاتيح. هناخد بقى دي كده نعلمها، هنمشي كده بالشكل ده، هنمشي كده اهو، هنمشي كده ونشوف المسافه ما بين اللي احنا علمناه وما بين المفتاح قد ايه. شوف كده 17 سنتي، ومن تحت نفسها 17 سنتي. هنبدا ان احنا ايه نعلم. هنعلم ايه بقى؟ 17 سنتي. كده 17، حط كده صغير 17 والزائد الثاني 17 برضو. بس كده كده حددت بدايه الفيشه اللي هي من هنا لهنا، من هنا لهنا. هنعمل كده ونشوف بقى المسافة دي هتبقى قد ايه. اهو من اخر حاجة قستها لحد الفيشة 11 سنتي، فهناخد كده 11 سنتي، 11 سنتي اهو من هنا لهنا. طبعا قسته على الفيشة وهنحدد بقى خلاص. اهو فعندنا المربع بتاع الفيشة بالشكل ده، سهلة جدا وبسيطة، ولما تجربيها تعرفي ان هي سهلة. بس كده حددتها بقى عندنا مربع، شايفينه؟ مش عارفة شايفينه ولا لا في الكاميرا. هبتدي بقى ان انا اقصه كده، مش هينفع اقصه طبعا بالمقص، فهجيب قطر او موس
وهبدأ ان انا اقص بيه. انا معايا موز اهو، اجيب بقى موز كده وابدأ ان انا افتح كده بالراحة. بصوا هو الستيكر دوت يعني خفيف فهيتقطع معاكي بسرعة. اتقطع في ثواني. فرقة بقى كده. خلاص انا الحمد لله اتأكدت ان هي بالظبط على حسب المقاس، فابدأ افرغ بقى كده براحتي. بصوا بقى انا جيت عملتها ما خدتش في بالي ان هي هتتعمل هتتقلب هتبقى شمال، فخدوا بالكم من الحتة دي كويس. تمام، انا جيت عملتها قلت ايه هتبقى هنا فجت هنا عادي يعني مفيش مشكلة، كده كده احنا هنحط في الاتنين، بس خدوا بالكم من الحتة دي. تمام، دلوقتي بقى هنبدأ بقى ايه نحط انت بقى كده الوش عليها. خلاص احنا كده خلصناها، هنطلع بقى السلوك اللي احنا بنستخدمها. هنشوف بقى كده الوش كده مقاسه مظبوط ولا تمام. خلاص هنلزقها بقى وبعد كده نركب الوش. هنشيل بالراحة كده من فوق اللزق، هي هتتلزق في ثواني لان هي اصلا تخينة محتاج فرد ولا اي حاجة. فكرة لزقها قوي جدا. خلاص كده لزقت اول جزء انا شلته كده اتبسط عليه كده، هبدأ بقى ان انا ايه اشيله. طرف معايا اهو، هبدأ بقى ان انا اشد كده بالراحة والزق. نركب بقى الوش بتاع الفيشة زي ما احنا عايزين براحتنا. تمام كده تركب معايا. خلاص هبدأ بقى اقص على الحتة الفاضية دي واقص حتة كمان. بصوا بقى هقيس بالمتر المسافة دي قد ايه، لقيتها 24، هقيس من هنا 24. بصوا كده بقى احنا عايزين ناخد دي فهناخدها كده، هتبقى هنا الزاوية دي وهنا الزاوية دي، فهقصها كده وهناخد دي قد دي ودي قد دي نفس البلاطة. هقص كده من هنا بصوا اي حاجة زيادة قصيناها هتنفعنا في الزوايا المقربة. هنحط بقى الجزء ده هنا، بقى كده خلاص انا خلصتها. بس شكلها حلو ازاي وتغيرت ازاي، شكلها حلو جدا. يا رب تكون عجبتكم وان شاء الله فكرة كده تستفيدوا منها. بتغير شكل المطبخ تماما وبتخليكي كده تجددي نفسيتك كده من المطبخ ومن الالوان اللي فيه. انا كنت معاكم صفا، يا رب الفيديو يكون عجبكم. مع السلامة.